12 ميلا بحريا فقط هي المسافة التي تفصل الصيادة بالحديدة عن الموت قصفا بعد تحذيرات للتحالف أسقطها على هيئة منشورات محذرا بها الصيادين في الحديدة. ومع دخول رمضان يحاول هؤلاء الصيادون الاستمرار في مهنتهم التي تؤمن لهم قدرا يسيرا من الحياة وسط هذه الظروف الشاقة، لا سيما المخاوف من وقت إلى آخر من قصف جوي تستهدف به مقاتلات التحالف العربي زوارق للميليشيات كما تقول. تجاوز المسافة المحدودة بات مغامرة غير محمودة، إذ قصفت مقاتلات التحالف قبل أيام قليلة قارب صيد بالقرب من جزيرة الطرفة في مياه البحر الأحمر. ونقل مراسلنا عن مصادر ملاحية الأربعاء الماضي أنه تم العثور على جثث الصيادين الثلاثة الذين فقدوا قرب جزيرة الطرفة جنوب غرب مدينة الحديدة بغارة لطائرات التحالف، ليرتفع أعداد شهداء القصف إلى 4 صيادين بينهم مالك القارب وليد أحمد من هيش. إذا بعدنا أقل من 15 ميل أو 20 ميل نواجه مصائب، في بعض من صحابنا تمسكوا ضربوا، في بعضهم حجزوا، أيوة في قصف في كل حاجة، دعنا اليومين هذه قصفوا في الطرفة. مخاوف كثيرة وصعوبات بلا حدود تحاصر هؤلاء بالبحر الذي لم يعد مصدرا للرزق بقدر ما صار طريقا لنعي حزين يحضر معه الصياد رقما دون جثة ولا حتى صورة.